ما كنت عرفان الامور رح توصل لهون ابدا. وهي عرفنا المفروض نعمل شيء. شوفوا انا مستحيل خلي حدا يتجوز بيبي هيفا، مستحيل خليها تروح مننا. يا بنات الشغلة كتير بدها تفكير وبدها تخطيط، بس قبل كل شيء لازم نشوف ام طارق شو بدها تحكي مع خالتكم. فكري هلا ام طارق انا. ايوه ما قلتي لي اخته جاية معه؟ ما هي اخته الامر الناهي حبيبتي. ايوه ايه طيب احكي لي عنه شوي. زلمة لطيف وحباب وابن عيلة وناس، والقط بياكل عشا. ايه حلو هيك احسن. لذلك جهزي حالك مشان تستقبلي. ما فيني استقبله هيك، بدي احكي مع البنات بالاول. شلون بدك تحكي للبنات؟ لا تقولي لي كمان ناطره موافقتهم. ايه وليش لا؟ طبعا لازم اخذ موافقتهم. لا مو معقول، مو معقول هيفا، صايره كثير حوبه انت. ها يو شو هالملافظ السعيده؟ قلت لك بدي شاورهم وبعدين برد لك خبر، انتهى الموضوع. هيفا لا تحطي العصي بالدواليب. ليكي هذا التشانس الذهبي واجا لعندك، لا تروحي من ايدك، زلمه مريش وحالته فوقاني. لك يا ام طارق ليش ما عم تفهمي علي؟ الشغله مو سهله عليهم منوب منوب. خليني مهد لهم الموضوع وفهمهم اياه وبعدين برد لك خبر. خالتكم اليوم رح تفاتحنا بالموضوع. طب فهمينا شو بدنا نعمل؟ ما رح نعمل شيء. لا انا رح روح لعنده وقول له ممنوع تتجوزي. ما رح تقلي له شيء. لكن فهمينا شو بدنا نعمل؟ بكل بساطه لازم نفرح للخبر. بالله بدك نفرح انه بيبي هيفا بدها تتجوز؟ لا يعني لا. لك شبكي شبكي وطي صوتك. اي والله ما حق، شو قاعده عم بتحكي انت؟ لك يا اخواتي يا حبيباتي يعني فتحوا لي مخكم شوي، القصه كلها تمثيل بتمثيل. شلون يعني؟ نحن عنا شغله صغيره لازم نستغلها وبعدين كل شيء بيكون تمام. شو هي؟ على هوا ما قالت ام طارق انه هذا العريس بيعرف انه خالتكم عم تربي بنات اختها، فهو طلب انه يقعد معنا من غير اي ضغوطات خارجيه وقبل ما خالتكم تعطيهم الموافقه. ليش يا حذركم؟ لانه بده يكسب رضانا بالاول. طب ونحن شو رح نستفاد؟ نحن اللي رح نستفاد، بس القصه بدها شويه تكتيك وحبكه. شو بدي اقول لهم للبنات؟ شلون بدي فاتحهم بالموضوع؟ يا ترى رح يوافقوا؟ يعني لازم يعرفوا اني انا بحبهم كثير وعملت كل شيء مشانه، وهلا اجى دورهم يقدروا وضعي.